اهلا وسهلا فيكم الحبايب بالقلب، مرحبا فيكم بفيديو جديد وفيديو اليوم احلى من فيديو امبارح. اليوم جايب لكم ضيف جديد بالقناه. قالوا لي السلسله الرمضانيه بلشت، يلا خلينا بلشت. حبايب القلب اليوم جايين نعمل هيك جوله خفيفه نظيفه بقناه كارولين، نشوف الشورتس اللي نزلتها شو مخبصه بالقناه، ويلا خلينا نروح على الفيديو. اوكي حبايب القلب، هذا اول شورت عندي، بنبلش نشوف شو عامله. حول هذا التخت لحوض سمك. كل عمركم سمعتوا تخت بيتحول لحوض سمك؟ قولي احلم انه يكون عندي اكبر حوض سمك بالبيت، بس وانا كل عمري بحلم انه يكون عندكم شويه مخ. الصراحه تكلفته عاليه، فبدات بتصنيع اكبر حوض سمك من الصفر. نعم الصوت مزعج. اوه تعبت، متت؟ لو شدت لك كم شدت برغي او قصت لك كم شغله صارت تعبتي؟ هيك بلشنا بالتخت لحد ما وصلنا للسمك، اشترينا الزينه والسمك بالاخير كانت النتيجه حلو. ما رح تابع الفيديو لانه عم تعمل اعلان لفيديو يوتيوب لك، ما رح تابعه، خلينا نشوف الفيديو اللي بعده. كيف؟ حماس؟ شوية نيرفس، خايف؟ خايف عادي لا تخاف، اليوم نحن باسطنبول بعياد. بدكم تزرعوا شعر حلو كانت، وكمان استقبلونا من المطار واهتموا فينا بما في الكفايه و هلو. هاي هاي، كيفك؟ شو الاخبار؟ قومي من هون. واي جود. اوكي سو هذول الاشياء اللي لازم تستخدمها بعد عملنا. والله انا كنت افكر له فكر انه كارولين هي راح تزرع شعر. متحمس؟ انا مش مصدق والله اني انا موجود هنا. وها كان بالنسبه لي حلم صراحه، وانت حققتي لي. ألف مبروك. قفلت نفسي بطريقة مستحيل أقدر أهرب غير بشي واحد، الشكل. والفكرة إنه أنا هون بجيبتي معي المهرب الوحيد هو هدول المفاتيح، وأنا شو رح أسوي؟ كب بيضة. بالبداية غابة لهالدرجة. طب هلا سؤال، أنت بس فهميني كيف حتفكي الكلبشات؟ لايك عم واجه صعوبة بإني أدخل الشكل داخل الإفن، واكتشفت إنه الموضوع مو سهل مثل ما توقعت. شكله؟ إذا يوجعون تعرف؟ ما عم بقدر. طبعا غير الشوب وشعري عم يضايقني ووقفتي الغريبة، إيدي بلشت توجعني. لازم أحاول أدخل ال أوكي، في صوت تكي. سمعته؟ بس اسمع صوت التكي معناتها الموضوع صح، عم بشتغل صح. سمعت شيء. اوكي اعتقد وصلت، يس. جربت تسجل خزني بقيمة 1500 دولار. ما فهمت يلعن. كمان اعلان لفيديو، خلينا نشوف اللي بعده. والله الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله سترك والله. شو رأيك تسوي عني؟ إيه. فكرة حلوة. بس بتعرفي تسوقي خيار؟ أكيد بعرف سوق. أكيد بتعرفي تسوقي؟ إيه؟ لعبتي. تضربي أنت وأنا بسير. كارولين. أنت بتعرفي تسوقي خيار ما هيك؟ إيه 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 أكيد. إيه ممتاز، يلا نمشي. فكرة أنا بعرف أشغل السيارة، ها بس هيك شغل السيارة. مين من سوق الجمعة؟ يا هلا فيديو مايعة، وهي اللي عم تصوره مايعة. على منظره كوكيز مستر بيست، حنشوف اذا فعلا هدول الكوكيز مستاهل انه نشتريهم ولا لا. خلينا نجرب هذا بالاول. مستر بيست ايه؟ مبدئيا الباكيج كثير حلو. هات لنشوف. هذا هو الشكل. هات لنشوف كم وحده. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تقريبا شي 10 حبات كوكيز مستر بيست. طيبين. اوكي خلينا ندوق. لا هذا فعلا طيب. ذوق. لا هيدا يفوز صراحة. بعطيه 8/10. طب فضي تمك وبعدين احكي. صار دور هذا على بينت باتر. انا شخصيا بحب بينت باتر. شو الشخصية البيض؟ بينت باتر كثير. خلينا نشوف اذا فعلا طيبين او لا، اوكي؟ اوكي. هيدا ما اعتقد الكل حيحبه، اللي بحب البينت باتر حيحبه، بس دسم كثير. طيب.
انا مستر بيست. خلصت زميل انت؟ انا مستر بيست. ولا مره جربت الكوكيز ليلو. هون بامريكا ما لقيت. حاولت. موفقة. ايه اكيد لانه حاطينها على سلافنا بالصيف. فخامة البزنس كلاس بتركيش ايرلاينز لازم. هاي الطيارة اللي اجيت فيها انا على امريكا تركيش لاينز. احكي لكم عنه. التشيك ان كتير مميز. الكاوتش الخاصة اللي نستريح عليها اثناء البوردينج. وغير البزنس لاونج الفخم لدرجة موجود عندهم صالة سينما وطباخين ليقدموا اطيب اكل والذ الحلويات. ولحتى ما تضيعوا اغراضكم في هاي الخزانة الفخمة. والجزء الافضل بالنسبة لي هي الطيارة. اعطوني كل الادوات اللازمة للنوم، فرشاية اسنان وحتى جرابات والمقعد. جرابات حتى نحن كمان عطونا جرابات بالطيارة. كان واسع وكتير مريح وحتى الأكل كان كتير طيب. قدموا لي ما شاء الله بالبزنس كلاس فتحتك طاولة مثل هون وهني مقبلات وأخذت وجبة دجاج وبعد الأكل انعست ونمت. فخامة البزنس هاي الطيارة إن شاء الله كل واحد بده يسافر يطلع بالطيارة، لأنه طيارة ما شاء الله. هاي من تركيا لأمريكا 13 ساعة ضليت فيها أنا. بتنكسر بتنكسر بسرعة. لولو بحياة اختك. او ماي جاد ما توقعت. قوة خارقة. عندي قوة خارقة. شو بدي احكي؟ شو بدي احكي عنكم؟ هل التداول حرام؟ الجواب هو ايه، ممكن يكون حرام في الديانة الاسلامية، ولكن جبت لكم منصة عندها حساب. يعني ايش لك الهوا؟ يعني عم تقولي التداول حرام وجاي تعملي اعلان للتداول؟ حسابات اسلامية ومرخصة عالميا. شو يعني حسابات اسلامية مرخصة عالميا؟ منصة ايفست خالية من اي نوع من انواع الفوائد، والتسجيل كتير سهل، وحتى اذا تداولت عندهم رح تدخل بالسحب للسفر اوكي لشخصين مجانا، والرحلة رح تكون للندن او باريس او ايطاليا او اليونان. والحلو لندن باريس ايطاليا يونان، ودايما عندهم عروض وجوائز جديده بيبعثوا لكم اياها عن طريق الايميل. جماعه الخير روحوا عند كارولين شوفوا الشورت واستفادوا منه انتم، انا ما بدي استفاد منه. الله لا يوفقك، الله لا يعطيك العافيه. مسحتي العصير بكنستك؟ هل قادرين نطلب قطعه تشيز فقط من ماكدونالدز؟ اول شيء خلونا نجرب ماك دليفري. بلا بيج ماك صوص، بلا مخلل، بلا خس، بلا بصل وبلا لحمه، بلا بيض هي انت، وبلا خبز. خلينا نشوف اذا حتزبط. بعد 15 دقيقه لا رفضوا لي الطلب. حاولي رقم 2. خلونا نجرب درايف ثرو بيج ماك ويز اونلي تشيز 18 درهم. تعرف يا جماعه دوام اطخه لهالكلب لابن الكلب اللي عم يعود انا بس مشان اجيب وهي العن لحظه الحقيقه. بعتوها ببيج ماك. لا فيها خبزه وتشيز بس لا مش محسوب، انا بدي بس تشيز. اخر محاوله كانت دخلنا على مطعم ماكدونالدز كاستمايز، بس على التعديل ولغيت كل الاضافات وتركت التشيز فقط. دفعت 3 درهم كرمال قطعه تشيز. خلينا نشوف اذا حتيجي بس تشيز لحالها او لا. واخيرا ترفع لك الطربوش اجت التشيز. نجيب اللي بعده. اليوم رح اختبر تيك توك قديش بتجسس على محادثتنا. جربت الموضوع والنتيجه كانت صدمه. فتحت التطبيق وصرت احكي عن شيء عشوائي. كلب ابيض. انا كثير بحب الكلب الابيض. انا بدي كلب ابيض. انا بدي ما في داعي هي موجوده. جيني كلب ابيض. انا بعشق الكلب الابيض. هاي جورجينا جورجينا جوليدا. فتحت التطبيق وبعد اكثر من محاوله طلع بوجهي كلب ابيض. طلع كلب ابيض بس الموضوع مو صدفي، لان رجعت اتصفح وطلع واحد ثاني. انا بحب المصاري وحتى كمان هذا الفيديو. شو رايكم بالموضوع؟ كذبه. هاي شوف اللي بعده. انا راح الفيديو صامت لاني ما فيه صوت. فما بعرف هي شو اضبط هالخطه كلها. شوف اللي بعده. قررت اكسر احبالي الصوتيه. قصدي الكاسه. ما عاد عندي صوت.
لي. الفكرة انه لازم جيب نفس صوت الكاسة لتنكسر. وقت الكاسة تهتز معناها نحن بالمكان الصح. اشتريت كل هدول الكاسات بمبلغ 500 دولار. وبالاخير ما بتروحوا بتدعموني بالفيديو الاصلي؟ طب ليش 500 دولار مشان كاسات؟ اوكي حبايب قلبي، فما بعرف ليش هالفيديو حسيته كتير بيت، فما تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. الحلقة 16 من اصل 30. تشاو.